حتى من خط المدرسين اللي هم شغالين بره واللي تلميذهم برضه دروس وجامعتهم اللي هتقع عليهم في الاماكن دي، عشان انا زي ما كنت بقول انا معايا بناتي برضه في سنكم كده برضه نفس القصه. يا بابا عاوز اروح اقعد عند الفلان، اقصر عند الفلان. احنا جبنا بقى معاكم هنا ادفع واحد اللي كنت ممكن يعني تتمنوا ان كنتوا درستكم برضه. لو في حد تاني بره هم عاوزين يجيبوه يجيبوه، احنا نجيبه برضه يقعد يدرس معاهم في هذا الشهر. بتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واشوفكم في الجامعه واحضر معاكم حفلات التخرج في الجامعه باذن الله. كل سنه وانتم طيبين وخير من اوائل. هروح البيزنس عشان يخفف العيله على حضرتك. الحسين طبعا كل واحد فيهم بابا وماما عاوز 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 عاوز. ابوه يشيل مين؟ هو اللي يجي مين؟ فلازم الاب الابن بنته والبنت تبقى عايله اهم شويه من الاب والام في ظل الظروف.